والكرة هجمة إلى النصر، لكن الحارس يعاين الأضرار في هذا المشوار على الأرض. ماذا سيقول الحكم عن هذه اللقطة؟ هل فيها بطاقة صفراء؟ يا مرابط، شنو هذا يا مرابط؟ شنو هذا يا مرابط؟ لا 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 لا، هذه مش أخلاقنا يا مرابط. آي 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 يا اللاعب المغربي مرابط، يعني صفعه، ظن نفسه في اليو اف سي، ظن نفسه في بطولة اليو اف سي مش الام بي اس، هذه بطولة اليو اف سي. وهنا غرفة الفار، هذه ما 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 ما, ما تحتاجش فار، هذه انا لو مكان الحكم اعطيه بطاقة حمراء. هذا صفعه صفعة يعني يو اف سي، وماذا ماذا تحتاج على ماذا تحتاج يا مرابط؟ اي 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 اي، ملا كورة وملا صفعة من نور الدين أمرابط، نور الدين أمرابط الدولي المغربي. هذه الحركات يعني أمر مرفوض، خصوصا على الحارس جوني سينس. الحارس جوني سينس ما يلعبش معاه، لما الحارس عندك جوني سينس كيفاش تلعب معاه؟ ما تخافش على روحك يعني يا أمرابط، مزبوط أنت أصلع وهكذا، لكن أنت فما لحية، لكن جوني سينس هو حليق الذقن، فلهذا يعني خاف على روحك يا نور الدين ولا عز الدين مرابط، ما نعرفش نور الدين ولا عز الدين مرابط. صفعة جدا قوية إلى حارس نادي الرائد، وخصوصا نادي النصر متقدم، يعني ما فماش أي داعي إلى هذه الكرات. الحكم يشاهد اللقطة، ظن نفسه في ولاية نيو جيرسي، يشاهد إحدى بطولات اليو اف سي بين حبيب نور محمدوف والآخر هذا ماكريغور. هذه ما تجداش في كرة القدم. بعد قرار الفار هنا الحكم يجهر البطاقة الصفراء، لكن صراحة تساهل جدا مع نور الدين ولا عز الدين مرابط، ما نعرفش. هنا الحارس يغضب على هذا القرار، الحارس جوني سينس يعني ثار ومثل الثور. الآن هاج الحارس جوني سينس الذي تلقى صفعة، يعني الآن يعترض على القرار. وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ يتهجم على الحكم. آي 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 هدو، لكن صراحة معاه الحق، معاه الحق، أكل صفعة مرتبة على ما باله نص على أرضية الميدان، سرعان نصهم جوني سينس، يعني شاهد شاهد شاهد. آي 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 دوخة يعاين الأضرار في هذا المشوار، يريد الانتقام من اللاعب أمرابط، لكن يعني هو اعترض على البطاقة الصفراء، يعني من وجهة نظره أنه يرى أنه بطاقة صفراء هو أمر ظالم له، لأنه يجب ويلزم أنه يأخذ بطاقة حمراء أمرابط، لكن الحكم يرفع بوجهه البطاقة الصفراء على البلبلة التي قام بها هذا الحارس. لكن صراحة ليه الحق، يعني لأنه كرة القدم هي روح رياضية. وما هذا، ما هذا الشاهد، لقطة جدا جدا سيئة، لقطة جدا جدا سيئة من مرابط، يعني أمر جدا جدا سيئة من الدولي المغربي، لكن الحكم قرر في نهاية المطاف إعطاء البطاقة الصفراء. وهنا تستكمل المباراة وتستأنف أحداث هذه المباراة.